السلام عليكم، محمد قاسم علوي، المنسق الوطني للجنه الوطنيه طلبة الطب والصيدله وطب الاسنان بالمغرب. يعني اليوم كانت وقفه احتجاجيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان من جميع ربوع المملكه في الكليات العموميه. هاد الطلبه هادو اليوم جاوا باش يحتجوا ويناضلوا ويطلبوا بظروف احسن تكوين. يعني هدف الوقفه كان هو جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب. اليوم تجمعوا باش ينددوا بالقرارات اللي كتهدم من هذه الجودة هذه، يعني قرارات اللي كتمشي في الزيادة في عدد الوافدين بلا ما تشوف الجودة ديال التكوين ديالهم. يعني اليوم بالنسبة لنا حنايا لا اختلاف على أن المغرب يحتاج أطباء، يحتاج صيادلة ويحتاج أطباء أسنان. يعني حنا اليوم لا نختلف على أنه يجب سد الخصاص، لكن سد الخصاص لا يمكن أن يكون على حساب جودة التكوين. يعني هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي انه نحن تفاجئنا في اللجنه الوطنيه مورا ما اصدرنا واحد التقرير على الوضعيه الماليه والاجتماعيه لطلب الطب والصيدله وطب الاسنان، ولم نلقى اي تجاوب من طرف الحكومه. يعني قلنا لهم بانه طالب طب والصيدله وطب الاسنان كيتخلص ب 21 درهم في النهار، 630 درهم الى شدها، في ظل انه كنشوفوا مجموعه من المداخلات يقولوا انه علاش كيهاجروا هاد الطلبه هادو، علاش كيختاروا انهم يمشيو يسدوا الخصاص لدول اخرى بدل المغرب. حنا من مبدا المسؤوليه، من مبدا المواطنه ديالنا، كيبان لنا بانه اولويتنا هي اننا نخدموا البلاد ديالنا، نخدموا المغرب ديالنا قبل ما نشوفوا بلادات اخرى. حنا اليوم كنوجهوا نداء للحكومه، كنوجهوا نداء لوزاره التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار ووزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه باش انها تشوف هذا الامر هذا كاولويه. انا ما تشوفش غير الزياده في عدد الوافدين بلا ما تشوف جوده التكوين اللي هي في واحد التضرر، واحد الحاله كارثيه. ان خاصنا نخدموا على توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه بحيث كنشوفوها هنا كتنقص وحنا كنزيدوا لقدام. يعني خاصنا نعطيو الموارد البشريه من ناحيه الموارد ديال التاطير من اساتذه وموظفين وكذا، الموارد الماليه المخوله لهذا القطاع باش يمكننا اننا نزيدوا لقدام. ما يمكنش ان الطالب تطلب منه انه يدخل معاك في واحد الطريق اللي هو ما كيشوفش اللور ديالها. انا كنهضروا على تقليل سنوات التكوين بدون العمل على السلك الثالث، يعني الاختصاص الى اخره. يعني اليوم حنا بغينا انه الطلبه هادو يكونوا عندهم واحد القيمه، عندهم واحد الكرامه، يعيشوا في ظروف جيده، وان باش يمكن لهم انهم يخدموا المغرب ديالهم والوطن ديالهم. هذه من باب غيرتنا على مغربنا، غيرتنا على المواطن المغربي، غيرتنا على الصحه ديالو، غيرتنا على التعليم ديالو اللي كيخلينا انا نجتمعوا بالاف الاطباء، اطباء الغد وصيادات الغد واطباء اسنان الغد جاوا لهنايا يجتمعوا باش يوصلوا صوتهم للمجتمع المغربي، يعني امام المؤسسه الدستوريه الكبرى اللي هي البرلمان امامها، باش انهم يوصلوا للمجتمع والحكومه انه حان الوقت باش نوضعوا هذا الامر هذا كاولويه في السياسه ديال الحكومه، باش اننا نردوا القيمه ونردوا الاعتبار للطبيب المغربي، نردوا وانني الميساج اللي بغيت نوصله هو انه فاش كنردوا الاعتبار للطالب الطبيب، يعني طبيب الغد، كنردوا الاعتبار للطبيب الطبيب اليوم، وكنردوا الاعتبار للمواطن اليوم والغد. اسامه بن خيي، عضو باللجنه الوطنيه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب. اليوم جينا كنعبروا على مجموعة من المشاكل اللي كنعانوا منها، كنطرحوا مجموعة من التساؤلات اللي كتخص التكوين ديالنا كطلبة ديال الطب والصيدلة وطب الأسنان. من بين هاد المشاكل اللي كنعانوا منها كاين مشكل ديال المنح اللي كتأخر في أنها توصل للطلبة، وكاينين بعض الطلبة اللي أصلا ما كيتوصلوش بها، حتى إن توصلوا بها فهي تظل دائما منحة هزيلة، 21 درهم في النهار غير كافية لطالب الطب والصيدلة بالمغرب. كنتكلموا اليوم عن الزيادة في أعداد ديال الطلبة، هاد الزيادة هذه اللي ما يمكنش تجي عشوائيا، ما يمكنش لينا نكثروا العدد ديال الطلبة دون أن نحسن من البنية التحتية، نحسن من جودة التكوين. خصنا نفكروا في تحسين جودة التكوين أولا، تكوين هاد الطلبة الحالية اللي كاينين دابا، ثم ديك الساعة نفكروا في الزيادة. دونك الزيادة العشوائية إذا كانت غتدير شي حاجة فهي ستمس بجودة التكوين. هادشي اللي ما بغيناش حنا، حنا ما بغيناش أطباء كثار وبدون كفاءة، وإنما بغينا أطباء وإن كانوا قلة يكونوا بكفاءة عالية اللي تهز ببلادنا القدام. كنتكلموا اليوم عن نزيف ديال الأطباء، عن ذهاب ديال الأطباء والصيدلة نحو الخارج. هذا النزيف ديال الأطباء يمكن يتحبس بدراسة الوضعية الحالية، تحسين ديالها، إعطاء الطلبة والأطباء والصيدلة على الحقوق ديالهم والاغراء ديالهم في انهم يبقاو في البلاد ديالهم. حنا اليوم كنتميزوا بالوطنيه وبغينا الخير لبلادنا وبغينا نخدموا بلادنا وبغينا نبقاو في بلادنا، ولكن خصنا غير الشروط الملائمه.